بالنسبة لروائح الفم طبعا هذه يعني مشكلة يعني أتوقع كبيرة في يعني في معظم المجتمعات، ولها تأثير صراحة كبير على يعني على حياة الشخص، ثقته بنفسه أو يعني تعامله مع الناس. بالنسبة لروائح الفم الكريهة يعني في أسباب كثير. طيب، في أسباب ممكن تكون داخل الفم أو من الأشياء الموجودة داخل الفم، مثلا التسوس، وجود حشوات غير سليمة، وجود تلبيسات غير معمولة بشكل غير جيد، يعني تجمع تحتها فضلات الأكل طبعا، والتنظيف، تنظيف الأسنان، تنظيف اللسان، ويعني واستخدام الـ 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 يعني الأدوات اللي موجودة كالخيط السني أو الخيط المائي. فتنظيف الأسنان طبعا واللسان والفم، وطبعا وجود أسنان بيئة سليمة صحيحة في الفم، عدم وجود تسوس، عدم وجود مشاكل في الأسنان. هذا بما يخص الفم. بعض الأحيان يكون الروائح الكريهة هذه تصدر من أماكن مختلفة، ممكن تكون سبب أو حتى علامة على وجود أمراض أخرى، أمراض في الجسم أخرى. مثلا مرضى السكر، بعضهم يعني مثلا بعض الروائح قد تدل مثلا على انخفاض السكر أو ارتفاعه. يعني في المعدة طالعة، ممكن من الجيوب الأنفية. نعم، ممكن يكون من الجيوب الأنفية، ممكن يكون بسبب ارتجاع المريء، اللوزتين، هذه مشكلة ممكن. اللوزتين، يعني في مشاكل ممكن تكون، بس يعني هي تبدأ من الفم وهو باب طبعا، بس لا تنتهي هناك. ممكن تكون في مشاكل، أو ممكن تكون يعني، وهنا صراحة شيء مرة مهم أنا أحب أني أنا أنوه له، طبعا في ناس متخصصين في هذا الجانب، في أمراض الفم وطب الفم، يعني عندهم طبعا الدراسات الحديثة كلها. يعني واحدة من الأشياء، في كثير من الأمراض اللي موجودة في الجسم قد يكون لها علامات في الفم. سبحان الله، فعلا سبحان. فهذا شيء يعني أدعى أنه الواحد دائما يعني في التشخيص، أو في يعني سواء الكلام هذا للمرضى أو للمراجعين أو حتى للأطباء، أنه يعني يكون التشخيص بشكل أكبر، مع عدم إغفال أي وجود أي أشياء يعني أو أي ملاحظات تدل على المرض الثاني، تدل على المرض الثاني. يعني لأنه قد تكون أنت في مثلا في 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 عيادة طبيب أسنان عام، ومثلا تكتشف مثلا مرض في سرطان الفم مثلا في بدايته، يعني بعد يعني طبعا تكون سبب في يعني بعد توفيق ربنا، تكون سبب في انك اكتشاف المشكله بدري، اكتشاف المشكله بدري هذه، وتجنب المريض هذا مشاكل قد يعاني منها سنوات او لا سمح الله تقضي على يعني حياته. فهذه رساله صراحه مهمه بالنسبه لل يعني الفحص المستمر والفحص الدوري. وطبعا يمكن احنا ما تطرقنا لهذه، قلنا انه احنا المشاكل اللي موجوده في المملكه، احنا تكلمنا يمكن او اخذنا التسوس لانه هو فعلا اكثر شيء يعني دارج وشعبي يعني، لكن في مشاكل ثانيه مهمه جدا، منها سرطان الفم. وسرطان الفم يعني انا يعني بحثت في بعض الدراسات اللي موجوده في المملكه، ولقيت يعني احنا بنتكلم على مثلا 3 في كل 100 ألف ممكن يكون عندهم لا سمح الله سرطان الفم او يعانوا منه. طبعا كيف ممكن يكون هذا سرطان الفم؟ قد يكون مثلا مجرد جرح على اللسان مستمر لمده طويله، قد يكون مثلا حبه، قد يكون يعني انتفاخ، قد يكون داخل العظم. ففي كثير اشياء او اطوار من سرطان الفم، وقد يكون يعني استكشافها مجرد يعني الفحص والتشخيص المبدئي، او حتى بس مجرد اخذ اشعه بانوراما، او حتى الاشاره لها يعني، او تحويل المريض هذا للطبيب المختص. طبعا السرطان هذا في اماكن في المملكه مثلا بيزيد فيها موضوع السرطان بناء على عادات يعني المنطقه، عادات المنطقه. مثلا في دراسه وجدتها تتكلم عن التبغ اللي هو اللي مستخدم في الفم، اللي هم يسموه الشمه، نسبه السرطان يعني في الفم بتزيد بشكل يعني مهول. يعني لا يحضرني الآن الرقم، لكن بتزيد بشكل مهول مقارنة بالمناطق الثانية. فطبعا هذه كلها عادات سيئة للأسف. جميل.